يقود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده في مواجهة منتخب الأرجواي بعد ساعة من الآن وديا في مدينة تل أبيب. وكان منتخب الأرجواي وصل إلى إسرائيل السبت الماضي وعبر مدربه عن مخاوفه بسبب التصعيد الأخير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. تأتي هذه المباراة بعد عام من إلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر أن تجرى بين الأرجنتين وإسرائيل والتي أثارت موجة من الغضب والاحتجاجات من قبل الفلسطينيين. عندما وصلنا إلى الفندق كان هناك الكثير من الناس يغنون أغاني الأرجنتين، ونحن دائما في استقبال جيد، وحيثما يذهب الفريق هناك جماهير، لذلك نحن سعداء لاستقبالنا بهذه الطريقة ونأمل أن نؤدي مباراة جيدة التي تعد أهم شيء. من تل أبيب انضم إلينا الزميل أدهم حبيب الله. أدهم، في البداية وفي الشق الرياضي، هل تأكدت مشاركة ليونيل ميسي أساسيا في هذه المباراة؟ يعني حتى الآن محمد لا نملك تركيبة الفريقين، ولكن بالطبع حضور ميسي له هنا كان مشروط، يعني بحسب الاتفاق الذي أبرم أو عقد ما بين الاتحاد الأرجنتيني وبين الشركة الراعية لهذه المباراة، والتي أكدت أيضا حضور المنتخبات والقيمة لحضور كل من ميسي ونجوم منتخب الأرجنتين مربوط بهذا المبلغ الذي يقدر ب5 ملايين دولار بالطبع ككفاءة مقدمة للمنتخب الأرجنتيني. بالطبع هذا في الشق الرياضي. قبل يعني قليل في الشق السياسي، يعني وصول هذا المنتخب الأرجنتيني إلى إسرائيل يعني رافقه أيضا جدل وانتقادات من قبل الكثيرين حول هذه البعثة. بالطبع يعني هناك من يعني انتقد وأيضا أثر الجدل حول هذه الزيارة تحديدا. نحن نعلم أن في العام الماضي تم إلغاء هذه المباراة بين منتخب الأرجنتين ومنتخب إسرائيل، والتي كانت من المفروض أن تقام في مدينة القدس، ولكن بسبب الأوضاع السياسية وأيضا الدعوة التي قامت بها ميري ريغن باسم وزارة الرياضة والتربية في إسرائيل تم إلغاء هذه المشاركة، وأيضا الضغط الذي شكله الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالإضافة إلى البي دي اس على منتخب الأرجنتين نجح في نهاية الأمر. ونحن نعرف محمد أن أيضا جبريل أرجوت تلقى بعد ذلك يعني كان له نوع من العقاب في عقاب كل ما حدث من هذه الزيارة تداعية تلك الزيارة. ولكن اليوم ثمة من يرى أن هناك يعني طريقة أخرى لاستقطاب نجوم كبار، نعم، إلى يعني إسرائيل أدهم يوجد شركات إسرائيلية خاصة. نعم يوجد شركات إسرائيلية خاصة هي تقوم على استخدام هذه المنتخبات الكبيرة. بالضبط، نتحدث عن شركات إسرائيلية خاصة تقوم الآن هي بدورها باستدعاء تلك المنتخبات، تجلب العديد من الأموال ملايين الدولارات من أجل إنجاح مثل هذه الفعاليات، بالطبع إبعادها عن مدينة القدس. نتحدث عن مدينة حيفا، كان هناك لقاء جمع منتخب البرازيل قدام البرازيل وقدام منتخب إسرائيل، اليوم نتحدث عن منتخب الأورغواي ومنتخب الأرجنتين. لاحظ في الأيام الأخيرة بعد التصعيد الذي كان بين الفصائل الفلسطينية، نعم، وإسرائيل في والوضع الأمني، تدخلت مجموعات كبيرة، نتحدث عن سياسيين، نتحدث عن شخصيات مرموقة، نتحدث عن مركز بيرس للسلام، نتحدث عن لاعبين كبار في منتخب إسرائيل الذين قاموا بالاتصال بميسي ورفاقه وأيضا بإدارة المنتخب والاتحاد الأرجنتيني وطلبوا من الحضور إلى هنا، وتم عرض فيديوهات مصورة ما يحدث من أحداث وهدوء في منطقة تل أبيب. ولذلك يعني كانت بالنسبة لهم حضور المنتخب الأرجنتيني هو حدث هام جدا. ولذلك هناك من يرى أن في هذه المرحلة هناك منافسة قوية مع البي دي اس، حركة المقاطعة الفلسطينية بالطبع، وبالمقابل شركات إسرائيلية التي بدأت تدخل إلى أوروبا وتحاول إقناع الرأي العام في أوروبا أو في أمريكا اللاتينية بالحضور إلى إسرائيل. نعم، الكثير من الجماهير ربما تطوق لمشاهدة ميسي، هل يوجد مشاركة؟ هل يوجد حضور كبير في الملعب؟ مشاركة كبيرة جدا على فكرة، يعني إذا ما تحدثت عن المشاركة عندما تم بيع البطاقات أو فتح إمكانية بيع البطاقات عبر الخدمة الإلكترونية، خلال ساعات تم شراء كل البطاقات. نتحدث هنا عن أكثر من 25,000 متفرج يشاهدون هذا اللقاء، يريدون مشاهدة ميسي، يريدون مشاهدة
سواريز يريدون مشاهدة نجومها الكبار في إسرائيل. ولذلك يعني أنت تشاهد حتى في الأحداث يعني هنا من خلفي، يعني حتى نتحدث عن ساعتين قبل المباراة أو ساعة تفصلنا عن المباراة. نعم. كل تحديد ساعة بالضبط نشاهد هنا جمهور غفير. نعم. يعني بدأ يتوافد، دخل أيضا إلى الملعب، ولذلك يعني نشاهد كميات كبيرة. نعم. وأيضا يعني الحدث بالنسبة لهم كبير محمد. أشكرك الزميل أدهم حبيب الله، كنت معنا من تل أبيب، شكرا جزيلا لك.